يتكرر هذا المشهد هنا. ما أن ينتهي القصف واقتحام الأحياء وحملات الاعتقالات حتى يخرج السكان من بيوتهم وكأن زلزالا أصابهم. حمص باب الصباع. يتفقدون خسائرهم في منازل ومحال تجارية نهبت لتكون خسائر لا قيمة لها قياسا بأرواح الشهداء وعذابات جرحى. شو صار مبارح؟ احكي لنا اخي. تاكسي هون وقفت. نعم. ضربوها عليها ضرب. هاي تاكسي. ايه تاكسي اجار. نعم. نزل الزلمة الشوفير نزل. ما في دقيقة بعد ما نزل ولا كمان ضربة تاني. فزقوا اياها. نعم. نعم. فكتوا بس رب الحمد. نعم. الحمد لله انه هرب الزلمة. نعم. تلك كانت صورة ما بعد قصف باب السباع في حمص واطلاق النيران عليها. وهذه الصورة تبين مجريات العملية العسكرية. جار 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 جار. هب البناية يا اخي. أعمدة الدخان المتصاعدة والمترافقة مع أصوات النيران والاستغاثات، إنها رائحة الموت التي عشعشت في جدران هذا الحي، ورصاص يصطاد من هم خلف الجدران ويستبيح كل ما هو ثابت أو متحرك في المكان. من هنا مر التتار. من هنا مر التتار. بهذه العبارة يصف أهالي حي باب السباع منطقتهم بعد كل حملة عسكرية عليها. سيارات الأهالي داستها الدبابات والآليات الثقيلة أو تم حرقها عمدا لتحول المكان مع سيل الدماء إلى منطقة منكوبة، منكوبة بكل شيء إلا من عزيمة رجالها على المضي في طريق الحرية والكرامة. حيث لم يزدهم انتقام النظام إلا إصرارا على مطالبهم، وفوارغ هذه الرصاصات المكومة في الشوارع لم توقفهم أبدا عن الهتاف للحرية وإسقاط النظام.